بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، أنا أتشرف في تقديم هذا الإنجاز الغير مسبوق إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي كافة، وإخواني الخليجيين وإخواني العرب والمسلمين الذين فرحوا في هذا الإنجاز. هذا الإنجاز أثبت وجود بلد الكويت حتى من غير تمثيل تحت علم البلد، علم الكويت. بثنا تحت العلم الأولمبي، ولكن انعكست عليهم 180 درجة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى الكل هتف كويت كويت كويت. الحين يعرف كثير من المشككين أن هذه المشاركة وهذا الإنجاز لمصلحة البلد. من فضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نكسب قلوب المشاهدين وقلوب الجماهير وقلوب العالم الوطن العربي والإسلامي. الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا اليوم فخور وسعيد جدا بهذه الجموع والحشود، وأنا راح مثل ما استقبلتوني راح أطلع لكم الحين في الصالة جميعا وراح أسلم عليكم، وأنا ممتن لكم في هذا في هذه الجاية وهذا التكريم وهذه الحفاوة. شكرا لكم. الكويت تستاهل، الكويت تستاهل، الكويت تستاهل اللي يحفر بالصخر ويحقق لها الإنجازات الغير مسبوقة. وشكرا لكم، ألف شكر.